بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إذن على بركة الله تعالى انطلاقة الشوط السابع على التوالي، ومستمرين بعشرة أشواط الفترة المسائية لهذا اليوم. وهذه انطلاقة شوط الحقائق كيلوين بكار، مسافتها الكيلوين بالفعل الأعداد هائلة ومجموعة كثيرة تشارك في هذه الانطلاقة المتميزة مع المركز الأول العكلة لحمد بن مسعود، لحمد بن عبد الهادي بن شير المري اللي في المركز الأول. لكن والله الله الله، يا سلام يا سلام يا هالشعار، اليوم خطير اليوم يا أبو محمد، خطير، يا الله يوفقك إن شاء الله. هناك أيضا مشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء، نوايا في مقدمة الشوط لشنار بن محمد الهاجري المركز الثاني، العكلة لحمد بن عبد الهادي بن شير المري في ثاني المراكز، المركز الثالث شعار سيد مسفر بن مبخوت، العجمي اللي هي سرابة لماجد بن حرباش العتيبي، والشعار شعار مسفر بن مبخوت العجمي. أيضا مشاهدينا الأعزاء، أيضا شعار سيد حسين بن مانع بن دواس العجمي يشارك على ظهر شعيلة في ثالث المراكز. مشاهدينا مستمعينا الكرام، أيضا التدخل من هناك الجانب الأيمن شعار سيد زبران بن محمد العجمي. إذا المنافسة قوية بهذا الشوط، المجموعة التي شاركت في هذه الانطلاقة المتميزة. لكن نلحق بنوايا مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام في مقدمة الشوط للسيد شنار بن محمد الهاجري المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، الناحية لزبران بن محمد العجمي، ولكن يا سلام شعار سيد حشر بن ظفر الهاجري في ثالث المراكز. مشاهدينا الأعزاء في ثالث المراكز، المركز الرابع شعار سيد حسين بن مانع بن دواس العجمي، وتدخل حضور لشعار سيد ظفر الهاجري المركز الثالث. لكن نلحق بنوايا ونوايا نوت على الفوز نوايا على الفوز. وبالفعل كما تشاهدون نوايا ايضا تنافس تمام الذي حصل على المركز الاول ابتعاده عن شوط القعدان الحقائق. ايضا بعد نوايا ابتعدت حقيقه عن المركز الثاني والثالث. تهانينا للسيد شنار بن محمد الهاجري ويا وصويان، اليوم ما شاء الله ما فيك حيله. المركز الثاني زبران محمد العجمي، المركز الثالث حسن مضفر الهاجري، المركز الرابع حسين بن مدواس، المركز الخامس والسادس والسابع الى لجنه التحكيم. تهانينا لشنار بن محمد الهاجري على فوز نوايا في المركز الاول، فوز نوايا وفوز الوطن وفوز مزاحه وفوز تمام، اربعه اشواط ما شاء الله تبارك الرحمن، 10 على 10 يا ابو محمد. اليوم الف مبروك حصولك على المركز الاول، حصولك على اربع اشواط مشاهدينا الاعزاء متتاليه في مساء هذا اليوم. اذا استودعكم الله مع زميلي هادي